السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان، قناة للأفكار التربوية، تتمة لسلسلة ديال الفيديوهات اللي طرحنا فيما يخص البيداغوجيات. اليوم غادي نهضروا على بيداغوجيات التعاقد. للإشارة فقط، أنا راني كنعطي هي ملخصات، يعني غير الأمور الضرورية، يعني تلخيص جد جد قصير بالنسبة لكل البيداغوجية. هكذا أي متتبع للقناة ديالي أو للفيديو غادي ياخذ واحد النظرة عامة على مجموع البيداغوجيات. غادي نبدا ان شاء الله بهذا العرض. بما اننا كنهضروا على بيداغوجيا التعاقد، اذا ماذا يقصد بتعاقد او عقد؟ اولا، شنو معنى كلمه عقد؟ عاد ننتقلوا من بعد البيداغوجيا التعاقد. تعريف العقد هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص او اكثر نحو شخص او اشخاص اخرين بمنح او انجاز شيء او عدم انجازه. وفي المجال التربوي نقصد به مختلف الاتفاقيات التي تربط الأطراف الفاعلة في العملية التعليمية التعلمية بشكل واضح من أجل تدبير واضح لهذه العملية. تعريف بيداغوجيا التعاقد، هي تقنية بيداغوجية تنظم وضعية التعلم انطلاقا من تعاقد متفاوض بشأنه بين المدرس والمتعلم لتحقيق أهداف معرفية أو منهجية أو سلوكية في وقت محدد. الآن سننتقل إلى مبادئ بيداغوجيا التعاقد. أول مبدأ وهو الالتزام، هو يعني فاش كنهضروا على بيداغوجيا التعاقد قلنا ضروري من عقد. إذا أولا، العقد هو التزام متبادل يتطلب توافق جماعي لكل الشركاء. ثانيا، بيداغوجيا التعاقد بيداغوجيا تشاركية، بحيث تعتبر المتعلم طرفا أساسيا سواء في مرحلة إعداد العقد أو تنفيذه. فقبول المتعلم كطرف إيجابي في العقد يشكل أحد المبادئ الأساسية لهذه البيداغوجيا. ثالثا، التعاقد البيداغوجي ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف تعلمية. رابعا، يتطلب نجاح تعاقد ما توظيف عدد من العناصر المكونة للعقد، كالأهداف أو الوسائل الضرورية والبرمجة الزمنية وطبيعة المتعلم. خامسا، التكويني هو أحد عناصر الضرورية لتنفيذ العقد البيداغوجي، فهو فرصة للتأكد من مدى تحقق الأهداف المشتركة المسطرة في العقد، خاصة المرتبطة بالتعلمات. سننتقل الآن إلى وظائف بيداغوجيا التعاقد. كما سبق هضرنا أن كل بيداغوجيا عندها الوظائف، إذا الآن هي عندها مجموعة من الوظائف، ولكن أنا غادي نكتفي بذكر بعض منها. أولا، بناء جديد للعلاقات بين المدرس والمتعلم. تختلف عن العلاقات التقليدية السائدة داخل الفصل، فهي بذلك وسيلة للنمو الإيجابي على مستوى التفكير والتعبير واتخاذ القرار والرغبة في التعلم. ثانيا، وسيلة للتفريق البيداغوجي، لأن المتعلم يتفاوض وفق مساراته التعليمية الخاصة، وكذا وسيلة للسير وإغناء التواصل والتفاعل الاجتماعي. وسيلة لتنمية مجموعة من السلوكات الإيجابية. بحال هاد السلوكات الإيجابية؟ كمثال عندنا الثقة بالنفس، الانفتاح على الآخر، التحلي بروح المسؤولية إلى آخره. وسيلة للتنشئة الاجتماعية، تتيح بناء علاقات إنسانية داخل المدرسة عبر التواصل. فاش كنهضروا على التواصل، يعني كنهضروا على تبادل الآراء، التعبير عن الأفكار، حرية التعبير. بعد ذلك، هي كذلك وسيلة للدعم المنهجي، كونها تتيح إعمال العقل لاكتساب منهجية التفكير والعمل والتسيير والتعبير. وأخيرا، من وظائف بيداغوجيا التعاقد كذلك أنها وسيلة لإعداد المشروع الشخصي للمتعلم، لأن التعاقد يلزم المتعلم بإعداد وتنفيذ مشروعه الشخصي وتقدير ميولاته. الآن سننتقل إلى مراحل تطبيق بيداغوجيا التعاقد. هناك 4 مراحل سأذكرها بالترتيب. أول مرحلة، وهي مرحلة تشخيص
أو مرحلة تشخيصية، ويتم خلالها تحليل الوضعية أي موضوع التعاقد. ثاني مرحلة وهي مرحلة التعاقد، وفيها يتم إعلان عن مكونات العقد. ماذا نقصد بمكونات العقد؟ هي الأهداف، الوسائل، المدة الزمنية اللازمة لتطبيق هذا التعاقد، طبيعة المنتج أو آليات التقويم. ثالثا، مرحلة التنفيذ تتميز بإنجاز المهام الموكولة لكل من المدرس والمتعلم وفقا لذاك العقد اللي تم ذاك التوقيع عليه أو الالتزام به. وآخر مرحلة وهي المرحلة الرابعة، وهي مرحلة التقويم، أي التحقق من مدى بلوغ الأهداف المتعاقد عليها ولا المتعاقد بشأنها. شكرا للناس اللي تبعت الفيديو من الأول حتى الأخر، شكرا للناس اللي تقت في القناة ديالي وتأبونات. بالنسبة للناس اللي أول مرة غتشوف القناة ديالي، ما تردوش باش تشاركوا في القناة، تضغطوا على الزر الأحمر وتفعلوا الجرس لتوصلوا بكل شيء جديد. مثلا إن شاء الله بزاف الأفكار اللي ما طرحتش في القناة هاد الشهر تقريبا أو لهاد المدة غادي نخصوها لهاد المسائل اللي هي الاستعداد للامتحان المهني، يعني كل ما هو ديداكتيك وبيداغوجيات وعلوم التربية ومستجدات. مثلا إن شاء الله غادي نهضروا كذلك على الحياة المدرسية، شي شوية ديال التشريع فاش غادي يقرب ان شاء الله الدخول المدرسي. غادي نحاول نعطي نماذج ديال استعمالات الزمن وفقا للجديد، يعني الاول الثاني الثالث الرابع، كذلك توزيع الثانويه ان شاء الله للاستعداد للدخول المدرسي. كذلك غادي نحاول نطرح مجموعه من النماذج للتقويم التشخيصي ان شاء الله في لي فيديو من بعد هذا الشيء. مازال مجموعه الالعاب التربويه اللي غتساعدك في التقويم التشخيصي في المراجعه في الامور. كذلك هناك نماذج للمشاريع القسم. كنتمنى من الناس اللي اول مره كتشوف الفيديو ديالي دعمني بالمشاركة وبتفعيل الجرس لتوصل بكل شيء جديد.